السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مربين الدواجن في دولة الإمارات. أهلا وسهلا بحضراتكم. أور لحضراتكم هنا من العنبر بشكل عملي عشان الكلام يلمس القلب شوي. يعني الكلام العملي أو لما أكون أنا قدوة وبطبق الحاجة اللي أنا عايز أقولها بكده نكون إحنا صادقين مع الناس وصادقين مع أنفسنا. كنت أنا اتكلمت قبل كده لحضراتكم من حوالي 6 شهور ان احنا بنطبق هنا اكتر برنامج بيساعد الفراخ ان هي تتخلص من المضادات الحيويه والادويه. يعني بنقلل المضادات الحيويه. مش عايز اقول ان احنا الفراخ الاورجانيك، احنا انا ممكن ادعي ان احنا اكتر فراخ قريبه من الفراخ الاورجانيك، لان الفراخ الاورجانيك لها شروط وعوامل تانية. المهم احنا النهارده كنا بنقول يا جماعه ما نحطش ادويه اخر 3 ايام ونقلل استخدام المضادات الحيويه. انا بصور لحضراتكم هنا بشكل عملي. احنا بقالنا اكتر من النهارده عمر 27 يوم، بقالنا تقريبا كده 48 ساعه مياه بيضاء مجرد بس فيها الاحماض اللي هي الخل. زي ما اتفقنا ان الخل ده بيحسن من طعم الفراخ وبيحسن من معامله التحويل، وله فوائد كتيره جدا على الفراخ وعلى المستهلك النهائي. يعني حضرتك كمستهلك كمواطن في دوله الامارات هتكون الفراخ تأصيل فراخ امنه من حيث كل استخدام المضادات الحيويه. ده شعارنا او ده مبدانا من اكتر من سنه. وفي نفس الوقت حضرتك بتستخدم او بتستهلك فراخ ما هياش غاليه زي الاورجانيك. يعني الفرخه الاورجانيك بتكلف النهارده مبلغ وقدره. انا بقدم لك فراخ اقرب ما يكون للفراخ الاورجانيك، لاني بعتمد على الخميره على الخل على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اكتر بكتير من اعتمادنا على المضادات الحيويه. انا حبيت اصور لحضراتكم هنا في العنبر بشكل عملي بحيث ان احنا الكلام اللي بيتقال ما يكونش نظري. لا، انا بقول لك حاول انت كمربي برضو تكون عندك نفس المبدا. انت كمربي هتستفيد ايه؟ هتستفيد توفير فلوس كتيره جدا من المضادات الحيويه. الخميره والخل يا جماعه بتخلي معامل التحويل عالي جدا، بيحصل لك نشاط في النمو، الفراخ بتنمو بمنتهى السرعه ولكن بدون مضادات حيويه. فبالتالي بيحصل ان حضرتك بتكون ايه؟ بتكون شغال بشكل علمي ولكن دون ما تصرف كتير، بدون استخدام مضادات حيويه كتيره. انا حبيت اصور لحضراتكم في فيديو بشكل عملي عشان نكون واضحين والكلام يكون بيلمس القلب ان شاء الله، ومن القلب للقلب زي ما اتفقنا. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.